يا اهلا وسهلا. ما اعرف ليش بس حسيت على نفسي ضايج، وبنفس الوقت مليت من سان دييغو، يعني مليت من المكان. فقلت اريد اسافر، فرح اسافر بس بدون وجهة، يعني ما مخطط لرحلة نهائيا. هسه جت على بالي انه اني راح اسافر، فهسه رايح للبنزينخانة افول بنزين. اول شيء هذا اسويه، واكيد راح اسافر بالمركبة الفضائية سيانا. جهزت كل شي، بقى بس هذا الفيديو يكمل التحميل يصير 100%، واطلع نطفي الضوء نطفي التبريد. المركبة الفضائية جاهزة، فول بنزين، نقول يا الله ونشغل السيارة. حاليا الساعة 9:12، زيارة سريعة للبنك، محتاج كاش لازم اخذ وياي. جيت كاش، اريد 500، نريدهن ميات، 500 جيت كاش، ما اريد رسيت. رستت العداد اي حتى اعرف ايش قد راح امشي مسافة خلال هاي رحلتي. كميل رايح على اهلي، لانه الاولاد رادوا كم شغله من البيت اعطيهم اياه، وبعدها انطلق. اول وجهه هي Navigate to Las Vegas, Nevada. Here is the address I found. Would you like to go there? Yes. Starting guidance. 5:12، 348 ميل. Go. أنا حالياً باتجاه النورث، نورث أوف سان دييغو. بعد 4 ساعات، يعني سقط ساعة، لازم اسوق 6 دقائق من هذا المكان. رايح الـ AT&T. جيت الـ AT&T لانه الشبكة مالتهم تكون قوية اذا اجي من الستور. خلنا اشوفكم شلون. هذا سبيد تيست، خلنا نشوف الداونلود شقد. لانه عندي فيديو ضروري لازم ارفعه على اليوتيوب، مستمر بالتنزيل اليومي. 405 ميجا بايت بالثانية. الابلود همينه زين، which is لازم نرفع الفيديو. يلا، كلش حلوة هاي المنطقة اللي وقفت بيها، وبنفس الوقت همينه اريد ارتاح، يعني اتمشى، لانه مشيت تقريبا ساعة. هذا الجهاز دائما اني اسميه المنقذ، فعلا المنقذ. الوقت المتبقي 59 دقيقة. طلعت من AT&T لانه يكتب لي ساعة ساعة هواية. اجيت على هذا المول معزل، بس هذا المطعم مفتح، فعندهم واي فاي، وقفت يمهم. بس اكيد يعني اذا اريد اطلب الواي فاي لازم انزل اي شي، يعني اكل ولو حتى بس مي. خلي اقعد هنا أنا، او لازم انطب منه يمكن. اعتقد معزلين الجماعة، معزلين. اي عزلوا الساعة 10، عزلوا حاليا الساعة 11:30. يقول اني اسف عزلنا، يعني بعد ما اقدر حتى الواي فاي نطفي احنا من نعزل. قال لي اكو مكان لازم تفتر له من اليسار وتروح هناك،
حتى تكنك انترنت، حسبتها قلت ينوات باقي 29 دقيقة خلي اوقف يم السيارة لحد ما يحمل. جاي استخدم حاليا الانترنت مال التليفون الهاسبات. اني جاي قبل هنا، جاي على ميسيز هذا قدامي هنا، شوفوا هاي الساحة الكبيرة. هاي اليوم جمعة، لقيت رقية بالصندوق مال السيارة، ما اعرف شو تسوي. زين، لا عندي سكينة لا عندي مواعين، راح اخليها هنا، يجوز يجي شخص ياخذها، لانه اذا اخليها بالسيارة اكيد راح تخرب. هاي اليوم من سوقنا ظلت بالسيارة. هاي الصوندة هنا طالعة من القاع تنطي مي لهاي الشجرة. دان رفعت للفيديو صار جاهز بعد 6 ساعات وينشر على قناتي. اللي ما متابعني لحد هسه تابعوني، نكمل طريقنا الى لاس فيغاس نيفادا. هذا الخط البرتقالي هذا يفصل بين كاليفورنيا ولاس فيغاس، بس عبره اني بعد دخلت الى ولاية نيفادا لاس فيغاس. هذا المكان اسمه ريست اريا، شوفوا هذا مكان مخصص مال تريلات اللي على اليسار، وهذا اللي على اليمين مال سيارات صغار. اي واحد يريد يرتاح يجي يوقف هنا. هذا مكان مخصص بحمامات نظيفة، ومرات من يبيعون اكل، فهنا نشوفوا ان اي مكان نوقف بيه. اوقف بالبداية هنا، بعد ساعة و 14 دقيقة اوصل لاس فيغاس. وهاي الريست اريا، اكو ناس ينامون، يعني هذول على اليسار السيارات يقدرون ينامون. والجو طيب، يعني لا هو بارد ولا هو حار. الساعة 2:35. هاي هنا اذا واحد يريد ياكل، هاي اماكن مخصصة للاكل. هاي للنفايات. هاي على اليسار خريطة Valley Wheels، حتى تليفونات همين، اذا ما عندك تليفون او خلص شحن تقدر تتصل من هنا، تخلي فلوس او الكارد مالتك وتتصل. شوف، وهاي الحمامات الرجالية، هاي شكبرها، شوف شكبرها. هاي اذا واحد يريد يشتري مي، بيبسي، انرجي درينك، مشروبات طاقة من هنا. بس ما اعرف ليش هيجي مسيجينها ضاربينها قفص. هاي نقطة مال الكهرباء همين هنا، هنا همين اكو يبيعون اكل اعتقد. هذا شوف الشكل. بعد لي 58 دقيقة اوصل، نتوكل على الله. هاي اللقطة طبعا كاننا ثلاثة، واحد يمنى واحد بالنص واحد على اليسار، كلها تريلات. يقول حلو واحد هيك وقت يسوق، شارع فارغ بس تريلات، واخذين السايد الايمن. هاي الشاشة الصغيرة اللي بالدشبول اللي قدامكم اللي بالنص، هاي تعطيني حتى السرعة اللي مسموح بها بهذا الخط السريع او باي شارع افوت به. بالاضافة الى الرادار، هساني يعني قافل السرعة على 73 وهي السرعة 70، وهذا بعفات من يمي. يعني اكو ناس هواي يعني يمشون اسرع، بس انا يعني التزم بالسرعة المحددة، يعني ما عندي شيء ما مستعجل. هاي شغلة. الشغلة الثانية انه يعني اذا صارت هسه سيارة قدامي
جاي تمشي أقل راح تخفف السيارة من وحدها، بعدين من تمشي السيارة أو ينفتح الطريق هي ترجع على السرعة اللي أنت مخليها فهاي اسمها رادار، وأكو بيها من التتبع مال الخطوط. يعني هسه أنا إذا أعوف إيدي السيارة تنحرف على سبيل المثال على اليمين راح ترجع تتعدل، هسه أنا وديتها على اليمين، شوفي شلون رجعت السيارة من وحدها صارت بالنص. الحمد لله والشكر وصلت لاس فيغاس. ناخذ هذا الاكزيت، هذا اخر واحد. هذا فندق لقيته على الطريق لانه انا وصلت. خلينا نوقف هنا، هاي صاير بيها السيارة خطية مفعوصة. للأسف ما عندهم غرفة. هذا واحد لاخ بصفه. لأنه اليوم سبت ماكو غرف فارغة، كليتها مليانة أو محجوزة. شفت هذا الفندق بالطريق بلكت عندهم غرفة، خلي روح نسأله. اسمه بارك إن. للأسف همينا ما عندهم. وين راح أنام اليوم؟ صار الدنيا الفجر بالأربعة ونص. هيلب هيلب اريد انام. والله فلوس خوش تجارة هاي. يعني تخيلوا فندق اش كبره اش قده بعد الغرف والبي كليتن مليانات. مو بس هذا الفندق، لا لاس فيغاس كليته مليانه ناس، بس هسه ما يبينون لانه حاليا يعني بالاربعة ونص. اعتقد هنا راح نلقى مكان ننام بيه، لانه سالته قال لي برك السياره هنا وتعال احكي وياي. خلينا نشوف. كلها صالات قمار. وين تشيك ان؟ هنا واخيرا لقينا غرفة. راح اجيب المفاتيح ويجي طول المفاتيح، بس لازم اروح ابارك السيارة بالبداية. فخم هذا الفندق، هذا مو موتيل، هذا هوتيل كبير كلش. هذا شايفه بلعبة جي تي اي 5 بصالة مال قمار. شوفوا الفيو من هنا شباب يجنن. الصوت برا جدا مزعج. شنو هاي؟ كلش عالي. شوف طلعت الشمس، كان تصير الدنيا فجر. حاليا الساعة بالخمسة وربع. انا اجيت لاس فيغاس باغلى يومين بالاسبوع، يعني بالويكند. يعني صبحت هنا يوم السبت
والأحد 200 دولار، يعني عندي السبت والأحد أروح، وهاي الفترة هسه اللي من هنا لحد الساعة 11 حسبونا هذا يوم كامل طبعا. وبالإضافة إلى الباركينج أريد أشوف إيش قد قال لي لازم تدفع فلوس، خلي أروح أشوف. 20 دولار الباركينج، ما أعرف ما طاني تيكت، المفروض يعطيني تيكت قبل انفتح. على البليت نمبر، على رقم السيارة، بعدين أدفع. هسه لازم نشوف لنا مكان نبارك بيه السيارة. ماكو، نصعد فوق من هنا بالكت نلقى لنا مكان. اي لقيت هذا مكان. لقيت هاي العلاقة بالصندوق، لقيت بيها خيار وعلبة لبلبي، هذني اليوم سوقتهن بس بقن بالسيارة. يلا اخذنا وياي. هاي الجنطة ماتي، بعد عندي جنطة وحدة. شوفوا هاي الدراجة شقد حلوة، لونها اخضر بلون سيارتي. هسه خلينا ناخذ الجنطة وننطلق. اهم شي تحفظون رقم مال الباركينج، اني برقم 5. ماكو مصعد، ليش ماكو مصعد؟ حيل انا راح انزل هاي كليته، لا مستحيل انزلها من الدرج. هذا الفندق، المصعد وين يا ناس؟ المصعد وين؟ الله منظر حلو، هاي الساحة حلوة مال دريفت. شوف جد حلوة، هي صايرة دائرة. واهلا بكم في لاس فيغاس، مدينة الشهرة والإنارة. شنو هذا الفندق هذا؟ ليش هيجي راح ينزلونا مشي؟ واني شايل جنطة، ريت ادخل من المصعد. اخيرا الطابق الارضي. شني اني رايح غلط؟ بس قبل شوي كنت هنا انا. يا صباح الخير. واحد يدوخ. انا هسه سالت البنيه قالت لي انت رايح الفيغاس، قلت لها عاد انا وين؟ قالت لي لا المكان اسمه فيغاس، فياغس اللي هو هذا هسه على اليسار. صار اسبوع امشي الا وصلت هاي القطعه قدامي، واخيرا فيغاس. هذا فياغس، هاي الاغنيه كلش عاليه. احنا 7202 على اليسار. هيا 4،
هاي واحد هاي اثنين اللي هي هاي. فاينالي جايزين وصلنا. خلينا نشوف. افتح يا سمسم. فتح. اوه حلوة هاي الغرفة. هي هاي تبريد، هدوء، شوف الحمام حلو. تعبان اني. هذا الحمام مامان حلو، نفس مال بيتي هذا. حان وقت النوم، وهنا عندنا كافيه، عندنا كوفي، تلفزيون، وهاي اعتقد مال ملابس حتى بيها لايت. سبحان الله، هذا بلاك مال كهرباء. لا لا الغرفة محترمة حقيقة، يعني ليفل، يعني الفيو على شنو بالله على السطح. تعبان كلش ونعسان، وبعد وراي هواي شغلات اسويها، لازم اطلع ملابسي، اسبح، وباكر راح يبدي يوم جديد. اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك، واللي ما مطلعك لحد هسه ايش تنتظر؟ اضغط على زر اللايك. وصلونا الفيديو الى 20,000 لايك حتى دائما استمر وياكم بهيجي سفرات. مع السلامة.